إذن إذا اتصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة صفة الكرم المطلق ودلل بالكرم المطلق ودلل على كرمه بهذه الآية الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب. طيب فما بال أحدنا يتصف بصفة الكريم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان كريما، يعني هل هنالك رابط بين كرم الله سبحانه وتعالى المطلق وبين كرم الرسول عليه الصلاة والسلام وصور من كرم الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ أنا يعني اسمح لي أخرنا صور من كرم الله عز وجل علينا لكي تكون ختام هذه الحلقة بأمر الله. فصور من كرم الرسول، ولماذا كان كريما، وكيف كان كريما، ومن الذي وهبه صفة الكرم هذه؟ هل اكتسبها بالعادات والتقاليد أم هي من قبل الله وقفا وحكرا عليه صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما قال لأشج بني عبد قيس: يا أشج بني عبد قيس، فإن فيك صفتان أو خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. قال: أجبلت بهما أم خلقت، أم خلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. يا سلام. إذن هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى. صحيح، سبقت لهم من الله الحسنى. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم صاغه ربه صياغة خاصة. نعم. وهو إذا وصف أي إنسان في الكون من عباد الله بأنه كريم بهذا المنطلق لا يذهب ذهنك إلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقف عمر ويضع يديه على عضادتي الباب وهو ذاهب صلى الله عليه وسلم ليصلي على زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وعمر يمنعه، يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إليك عمي ابن الخطاب. يقول: يا رسول الله، قال لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول: يا عمر، والذي بعثني بالحق نبي، لو أعلم أنه يغفر لهم أكثر من 70 لاستغفرت. يا لزعام المنافقين، سبحان الله. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان عبد الله ابنه رجلا صحابيا صالحا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أبي قد مات. فخلع الرسول عباءته وقال، يعني عشان يفرشها تحته لعل الله أن يخفف عنه. وهذا الذي خاض في عرض رسول الله، هذا الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. يعني بالله عليك، أليس هذا كرم الأخلاق؟ أليس هذا كرم النحيزة، كرم الطبيعة، كرم الخلق؟ سبحان الله. سبحان الله. ومنه تعلم الصحابة، منه تعلم الصحابة، هذا هكذا جبل الرسول عليه الصلاة والسلام وجبل صحابته على وتعلم واقتبس، والكل من رسول الله مغترفا. صحيح. رشفا من البحر او ايه، غرفة من الديم، او يعني غرفة من البحر او رشفا من الديم. صح. فتجد الصديق ماذا صنع الصديق؟ عائشة